السلام عليكم، شنبسكم؟ كيفكم؟ كيف الحال والأحوال شبابنا العربي والأمة الإسلامية القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية أينما كنتم في أي ولايات؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. فقط اليوم أريد أن أتحدث معكم حول موضوع كريدت كارد، سوف أشرح نبذة عنه ومن يريد أن يباشر بفتح حسابه. أتمنى أن تكون معلومات مفيدة في هذا الموضوع في هذا الفيديو. الكريدت كارد هي بمثابة بطاقة بنكية تقوم بالتسجيل مع أحد البنوك المعروفة مثل ديسكوفر، بنك أوف أمريكا، مجموعة من البنوك تبحث عنها. وأنا أرشح اثنين، بنك أوف أمريكا وديسكوفر. ديسكوفر هذا اثنين يعني من أشهر البطاقات في الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تقوم بفتح حسابك مع أحد هذه البنكين، تقوم بربط حسابك البنكي الديبت كارد، يعني أحد البنوك هناك الديبت كارد والكريدت كارد. الديبت كارد هي التي تجعل فيها كل نقودك، تقوم بحفظ أموالك في الديبت كارد. أما الكريدت كارد فليست فيها أي مال لك، فقط البنك يضع فيها بعض الأموال لك. أنت هذه الأموال بمثابة دين عليك، يعني تقوم بالشراء بها. مثلا عندما تفتح أول مرة تقوم بأخذ $2000، $2000 هذه تقوم بالشراء منها. مثلا اشتريت تي في $400 من هذا الكريدت كارد، يجب عليك إرجاعها قبل مدة انتهاء مدة الصلاحية. مثلا عندك شهر، هذا الشهر من يوم واحد في هذا الشهر إلى يوم واحد في الشهر القادم، تشتري بهذا $2000 في أي وقت، تشتري بها الأكل، تشتري بها حاسوب، هاتف، أي شيء تدينه من هذا $2000. لكن قبل أن يصل الآخر أجل يجب أن تسدد كل الدين الذي عليك عن طريق الديبت كارد الخاصة بك، يعني عن طريق أموالك. يعني مثل شخص ما تحتاج إلى أن تشتري تلفاز، يأتيك تقول له أعطيني أرجوك أعطيني $200 أحتاجها سلفا منك دين، وسوف أرجعها لك بالتاريخ الفلاني. هو ليس مفروضا عليك أن ترجعها في التاريخ الفلاني بالضبط، لا، قبله. يعني مثلا اشتريت منها اليوم، غدا أو بعد يومين يمكنك أن ترجع المبلغ الذي عليه. بهذه الطريقة يعني دائما تشتري منها وترجع الدين عليه قبل انتهاء أجل الصلاحية، لأنه بعد الأجل تأتي عليك فائدة مثل عقوبة، يعني تدفع عقوبة، وهذه العقوبة الآن دخلت في الربا، فهمت معي؟ يعني يجب عليك دائما دفع أموالك قبل التاريخ الأجل، يعني قبل أن تنتهي تاريخه. وهذه العملية دائما تتكرر كل شهر. في بادئ الأمر تستغرق 6 أشهر، أنت تستمر لجمع نقاط. بعد 6 أشهر يظهر لك الكريدت سكور، يعني النقاط الخاصة بك. يعني هذه النقاط هي بمثابة تقييم لك أنت وتقييم إلى أمانتك، فهمت؟ يعني كل ما ارتفع الرقم كل ما أنت شخص أمين، يعني موثوق فيه. يعني لو احتجت بنك سلفا من البنك، يعني دين من البنك كبير، يعودون إلى رقم الكريدت سكور الخاص بك، ينظرون إليه هل هو فوق 700 أم لا. إذا كان فوق 700 فأنت شخص موثوق، ويقوم البنك بإعطائك المبلغ الذي تريد الدينه. إذا تريد الاستجارة عند شخص ما، تريد استجارة بيت أو مثلا أبارتوم أو شيء ما، ينظرون إلى الكريدت سكور الخاص فيك هل هو فوق 700 أم لا. يعني أو وقعت في مشكلة في أمريكا مثلا، ذهبت إلى القضاء، ينظرون إلى الكريدت سكور الخاص بك، هل أنت شخص مواطن صالح؟ يعني بمثابة يقول هذا الكريدت سكور أنت مواطن صالح أم لا، فهمت؟ هل هذا الشخص مواطن صالح أم لا. لذلك يجب دائما عليك دفع أموالك في الوقت، نمو كريدت سكور خاص فيك وشحنه ودائما رفعه فوق 700 إلى 900، يعني دائما تلعب عليه لترفعه. اشتري به أي شيء، خبز، اشتري كريدت سكور أي شيء، فقط املا الكريدت سكور خاص فيك ودائما تلعب عليه حتى ترفعه بإذن الله. يعني هذه شرح ملخص، يعني فهمت؟ هذا هو كريدت سكور، هذه هي الكريدت كارد، تشتري منها تدفع ما عليك نقاطك ترتفع، تشتري تدفع ما عليك نقاطك ترتفع. لكن لا تتأخر، يدفع دائما حساباتك، دين عليك يعني عاملهم مثل أي شخص،
يعني كأنك تتعامل مع شخص وكن بكلمتك، أعطيته موعد اليوم فلاني سوف أدفع، يدفع كل ما دفعته قبل، كل ما ذلك الشخص سوف يثق فيك، وهذا يقول هذا لك الشخص شخص جيد وموثوق لأنه يدفع قبل الوقت، يستدين مني ويدفع قبل الوقت. يعني هذا هو البنك، يعني مثله مثل أي شخص. وإن تأخرت هذا لك الشخص يقول هذا شخص نصاب، شخص سارق لا يدفع في الوقت. هذا هو المثال، صح بشرح مبسط ليست فيه أي إشكالات. وإن أردتم إن شاء الله فتح كريدت سكور لمن ليس له كريدت، الله إذا كان يهمكم الأمر وتريد فتح حسابك مع كريدت كارد سوف أترك لكم رابط تسجيل في بنك كريدت سكور، سوف يقوم بمنحكم 2000 دولار في كل كريدت كارد تقوم بدفع. يعني مثلا تسجلت على الكريدت كارد التي سوف تحصل عليها فيها مبلغ 2000 دولار، يمكنك أن تستفيد منه الشراء منه مبلغ أي شيء، أي مبلغ تريد، يعني في حدود 2000 دولار، وسوف تحصل مع هدية اللي هي 100 دولار هدية لك ولي 100 دولار. وأتمنى أنت، أنا فقط أفعل هذا مساعدة لك ولي، يعني كل صراحة يعني نستفيد كلينا. والحمد لله الكريدت سكور غنية عن تعريف في أمريكا، بطاقة مشهورة جدا مضمونة، ليست فيها أي يعني أي رسوم أو أي شيء، لكن لا تتأخر، يعني ادفع دائما قبل الوقت، لا تتأخر لكي لا تدخل في الربا. وأتمنى أن يكون الموضوع مفيد لكم، ونتمنى أن نراكم في فيديو لاحق إن شاء الله، ولا تنسوا دعمنا بإعجاب، وإذا أعجبكم المحتوى وكان الشرح واضح لكم. ورمضان كريم على أبواب، اللهم بلغنا رمضان يا رب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، ومع السلامة.